جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون صلاة المرأة في الصلاة الجهرية؟ هل تجهر أم تسر كما هو في الصلاة السرية؟ المرأة إذا لم يكن عندها رجال يسمعون صوتها فإنها يستحب لها أن تجهر كما يجهر الرجل، أما إذا كان عندها رجال يفتتنون بصوتها إذا سمعوه فإنها لا يجوز لها أن تجهر، بل تقرأ سرا. نعم.